بناء غدوة مقابلة ديربي ماليسيا الكلوب والاسبيرونس به باش نبداو جينيرالمون كيفاش تشوف المقابلة غدوة؟ ماتش صعيب نتصور زوج جمعيات تاو بولو موما زوج جمعيات باهين الاسبيرونس يمكن في النيفو اعلى شوية خاطر الريتم اللي قاعدة تلعب بيه والماتشوات دونك النيفو نتاعها اعلى شوية نتصور الكلوب السنة جمعية عجبتني برشا جمعية عندهم جمعية باهية نتصور ماتش صعيب غدوة باش يتعدى على زوج كيبات الاسبيرونس في نصف جديدة خرجوا عملوا جواليات وتبدلوا جواليات كيف شفت الفرق بين الاسبيرونس عملوا والسنة؟ انا ما شفت حتى فرق نيفو نتاعهم بريسكو بيدو جمعية ديما عندها ثم حاجات في الاسبيرونس ما يتبدلوش يتبدلوا الاسامي ما ديما تقعد جمعية كبيرة سيرتو في الافريق قاعدة ثلاث سنين ولا اربع سنين الاخرانيين قاعدة تكونفيرمي نتصور الحاجة الوحيدة الاسبيرونس يمكن الخروج نتاع البدري هو اللي باش يخلي بلاصتو هكا بالنسبة للاسبيرونس اللي كان خرج بكير خرج البلايلي خرجوا برشا جوايد ما خلاوش بلاصتهم وقع تعويضهم اي يعني قلت لك انا كي تشوف البدري انت حاجة أخرى في الاسبيرونس تو بور لو مومون البدري أكثر واحد افيكاس في الترجي يعاون برشا تكتيكمون القدامي يعطيك برشا سوليسيون نتصور الخروج نتاعو باش يتقلق منه الترجي شويه خاطر توا في الاسبيرونس ابار الهوني اللي طلع النيفو نتاعو نتصور ثم توا جوار في المومون هذا باش يعطي البلوس كيف البدري باهي بالنسبه للكلوب رغم المشاكل نتاع الفلوس لان النتائج كانت ممتازه برشا من الملاعبيه نتائج تبدلت من اللي جاي لسعد دريدي نتصور نفس الافكتيف نتاع مني ولا لونترونور لسعد حكيت عليه قبل ما يجي الكلوب الناس قراب تدربت عنده في الستاد انت في الستاد نتصور لسعد من احسن لي زونترونور اللي ترينيت عندهم ظاهر اونترونور باش يعمل كارير كبير فرحت برك اللي هو جاي الكلوب خاطر يستحق باش يكون في جمعيه كبيره نتصور انترونور ان شاء الله باش يزيد يقدم قدام ويزيد يعطي الاضافه ان شاء الله. شنو اللي بدل برهان في الكلوب لاسعد؟ تقريبا نفس المجموعه ولا حتى اقل خرج من لاعبيه بارابور عام ناول لانه الكلوب السنه افضل برشا شنو اللي شنو هي البوان اللي زاد انت قلت كما قلت تحكي لي تعرفوا خير. زادوا ما اول حاجه القلب يعني نتصور اسعد اكثر حاجه يخدم عليها هي الجوار لازم يكون عنده قلب قبل التكنيك وقبل الفيزيك وقبل كل شيء لازمهم يحسوا بالمركب اللي يلعبوا به. الاسعد رباح كيف ما نقولوا يحب الجوارات اللي تلعب على المريول الجوارات اللي تسمع كلامه الجوارات اللي تكون تكتيكمون باهيه نتصور الماتشات اللي تعداو كل كلوب كانت واقفه مليح كانت تجيب في لي زوكازيون يمكن في العامين ثلاث سنين الاخرانيين ما غير الكلوب ما كانتش فيها حاجه تذوم ولات ما تقبلش برشا بونتوات هذه حاجه باهيه نتصور يحكي معهم برشا والاسعد في التيران يخدم مليح ما يخليكش تقلق في التيران كل مره يعلمك حاجه جديده وكاو هذه حاجه باهيه للنادي الافريقي اللي جابت الاسعد دريد من جهه المقابل باش يكون معين الشعباني ظهر لي مجرب اثبت الكفاءه نتاعو وفاز دو تشامبيونز ليغ عمره ما صارت في اسبيرونس صحيح اللي يعمل فيه معين توا حاجه كبيره برشا معين تعلم برشا من لي زونترونور اللي خدموا معاهم قبل وذكي معين تعلم برشا حاجات اللي يعاونوه توا في الاسبيرونس صار عنده افكتيف باهي عنده اداره قويه تعاون في كل شيء الراحه الوتل الباهين التيرات الباهين دونك ما ثماش عليه وهو عنده كيف ما قلت لك خذا برشا اكسبيريونس من لي زونترونور اللي معاه ومعين اللي كان ملاعب ذكي وحتى كي يكون مثلا حتى ما هوش اون فورم ذكي يعرف كيف يخرج الماتشات نتاعو نتصور ماتش باش يكون صعيب بين زوز كيبات اوكي شكون تشوف عنده بقية غدو انا عندي نهارين وانا قبل الماتش بشوف اكس خاطر اول مره قبل في الماتشات ديما في اللي ديربي نقول 80% 90% نقول شكون باش يربح وتطلع سهمان هذه انا نتصور باش يطلع ماتش اكس الاسبيرونس بطل افريقيا مرتين حتى هزيمه في البطوله انتصارات بالجمله في الشامبيونز ليغ الفريق الاول ما تشوف انه فافوري صحيح على ورق الاسبيرونس فافوري يعني قلت لك النيفو نتاع الاسبيرونس اعلى من الجمعيات الكل في تونس نتصور اكثر جمعيه تو حاضره تحب ولا تكره تو الاسبيرونس اقوى جمعيه في تونس
ترويت و دو شامبيونز ليغ ورا بعضهم. الكلوب قاعدة تعمل في جمعية، قاعدة تحسن من ماتش لماتش. نتصور السنة جمهور الكلوب عنده أمل كبير في الجمعية باش تقدم قدام وباش باش تهز تيتر السنة. ماتش الدربي ديما عنده نكهة خاصة، بار تيتر ديما الدربي يقعد دربي. دونك جمهور الكلوب الماتش هذا يهمهم أكثر من جمهور الإسبيرونس. نتصور كان الكلوب تربح الماتش هذا باش يزيد يعطيهم راحة أكثر ويعطيهم كونفيونس أكثر في رواحهم باش يعديوا عام كبير. الملاعبين الانتدابات اللي تعب عليهم برشا جمهور الكلوب، تبع الخليفه والزمزم غدوا باش يكونوا موجودين في المجموعه اللي عيط لها الاسعد دريدي. اول سؤال، تشوفهم يبداوا اساسيين انت غدوا ولا لا؟ وهل تشوف انهم قادرين يقدموا الاضافه خصوصا انهم برشا عندهم مده ما لعبوش؟ الاضافه انا متاكد للجوارات اللي جاوا باش يعطيوا الاضافه. صابر اسم كبير في تونس، عطى برشا النادي الافريقي. صابر نتصور من الجوارات اللي صعيب برشا باش ينساهم جمهور النادي الافريقي. ينجم يعطي الاضافه هو الزمزمي وغازي عبد الرزاق. غازي انا نسي غازي مش موجود، اي نحكي في اللي في الماتش الجايين. نتصور هذوما اللي جوار باش يعطيوا الاضافه كبيره للنادي الافريقي ان شاء الله. باهي، تشوفهم يبداو اساسيين والا يدخلوا في وسط المقابل؟ ما نتصورش الاسعد باش ياخذ ريسك باش يلعب واحد منهم تيتولير توا، سيرتو ديربي كان جاي ماتش اخر ينجم. ما نعرفش الاسعد كيف باش يخمم في الماتش هذا، اما ما انا بالنسبه لي انا صعيب كان باش يبدا واحد فيهم ما تيتولير. المشكله نتاع الكوش بون تاوس ناقص شويه اكسبيريونس، مختلف الخيثر بلاسي ما يلعبش غدوه، كيف غازي عبد الرزاق. ما تشوفش الزمزم يحل ولا صعيب يغامر به يلعب ادم تاوس الاسعد؟ والله تاوس انا ممكن نتفرج فيه، جوار به يعجبني برشا، جوار عنده لي كاليتي رغم اللي مش بوست نتاعو يلعب تاكون. حتى كي لعب تفرجت فيه دو ولا تروا ماتش، هما جوار عجبني باهي اغريسيف. نتصور كان ياخذ وقته ينجم يفك بلاصتو، ينجم عنده لي كاليتي باش يكون رير جوش في نادي الافريقي. علاش لا؟ المشكلة نتاع الشماخ شفناه أثر عليه في مقابلة الإتوال، ما كانش في الفورمة نتاعو، ينجم يكون عنده نفس التأثير في الدربي تجديد العقد نتاع الشماخ. الشماخ وقت اللي استحقته الكلوب لقاته في اللي ماتش الأخرانيين، هو توا دوزيام بيتور في الكلوب ولا بريمير بيتور. الشماخ الناس الكل تعرف الكاليتي نتاعو، ملاعب باهي، نتصور من أحسن اللاعبية توا اللي موجودين في النادي الإفريقي. الشماخي كان باش يلزمو يخمم في روحه، حتى كان ماتش دربي هو باش يلعب، وحتى كان باش يصح ولا باش يخرج. ماتش دربي ديما الناس الكل باش تتفرج فيه، الناس الكل باش تتبع الماتش هذا، حتى على اللي هو يلزمو يكون في، يلزمو يعدي ماتش كبير، يلزمو يكون في نهاره، خاطر الناس الكل تنسى الماتشات الخايبين اللي عديتهم قبل. لما في الدربي صعيب الناس تنسى جوار عدى ماتش خايب ولا عمل غلطه ولا. دونك هو كان يحب يقعد في نيفو الكبير، يقعد الناس الكل تخزر له بعين كبير، لازم يكون في نهار كبير غدوه، ما عندوش عليه ما يكون في نهار كبير غدوه. تخلق الملاعب كي يبدا الملاعب يظهر لي ما عندك برشا ملي كملت برهان، الملاعب يتقلق يبدا في قبل 6 شهور من نهايه الكونترا نتاعو ومونتالمون يبدا مش حاضر، كيفاش تعامل مع السيتياسيون هذه؟ والله شو مونتالمون مش حاضر هذيك، كي يبدا هو في تحب عليه جمعيات بالعكس لازم يكون متفرهد، يكون شيخ، هذا شواب باش ياخذو، كان باش يقعد في النادي الافريقي ما نتصور باش يضمن حقه باش ياخذ اللي يحب عليه، كان باش يخمم باش يخرج، هذا شواب نتاعو، هذا حياته هو، هذا شواب نتاعو، كان باش يخمم في النادي الافريقي. انا بيرسونيلمون اللي لقاه في النادي الافريقي والناس محبه نتاع جمهور النادي الافريقي برشا، كان جمهور النادي الافريقي يحب جوار. صعيب صحيح. صعيب يعني كي الناس تحبك وناس تحبك تعاود، هذه افونتاج صعيب ما قلق. هو مش كان شماخي في السيتياسيون هذه، حتى بالاسبيرونس فهم لاعبين في نفس السيتياسيون كان معز بن شريفيه الذوادي ظهري الامباركي كيف انا نتصور هذوما اللي في الاسبيرونس، انا نتصورهم باش يعاودوا في الاسبيرونس. انا اللي جوار هذوما في الاسبيرونس نتصور اللي باش يلقاوها في اللي لقاوها في الاسبيرونس ولا اللي باش يلقاوها في الاسبيرونس صعيب برشا باش يلقاوها في بلاصه اخرى. انا نحكي على جوار تو الفاند كونترا نتاع الاسبيرونس، انا نتصور 90% باش يعاود. نحكيو الكام تاع الشماخي خاطر مازالت ماهيش واضحه مليح، ان شاء الله انا ماذا يعاود في النادي الافريقي، خاطر كان باش يصح في جمعيه اخرى في تونس باش تصير له برشا مشاكل، باش يتقلق برشا، خاطر اسالك انت حد مجرب خويا اسال مجرب. اما لا السيتياسيون نتاعو هو مش ما كانتش كيف السيتياسيون نتاعي انا، خاطر هو توا جوار قاعد يعاود برشا، قاعد يعطي في البلوس،
وجمهور كيف ما قلت لك جمهور الكلوب حبه، دونك انا كان هو يسمع فيا نصيحتي ليه، كان مش يلعب في تونس يلعب كان في نادي الفريق. ببليك الكلوب جاي بالي كاستيون توا وقتها كان شفت الاسبيرونس كيفاش تعمل معاك ببليك يعرضك في الشارع اكيد شو يقولوا لك؟ تسبيت برشا الايام تسبيت برشا خاطر جمهور الكلوب حسب يعني حسبوني ولدهم حسبوني خاطر جيت انا صغير. حتى في العائله تقلقت انا عائلتي كلها كلوبستية تقلق. يلا غالب هذاك شوا اخترته انا يمكن كان نعاودوا لي ترجع بينا الايامات ما ناخذوش الشوا هذاك. وباش نقول حاجه اخرى خاطر انا بعد في بعد القروان يعني كلموني جمعيه الكليتوال سي اس اس اسبيرونس كان الكلوب ما كلمت يعني كان الكلوب ما كلمتنيش الحاجه هذيك قلقتني. انا تصور كان كلمني نهز العساس تليفون كلمني قال لي ترجع الكلوب ترجع. باه نكملوا مع ديربي برهان الفريق من ماتش عنده 12 يوم مرتاح من ماتش ليتوال كل ثلاث الاسبيرونس كل ثلاث ايام ماتش العام هذا في صالح شكون؟ فما شكون يقول الفريق غايب عليها نسق المقابلات والاسبيرونس العكس فما شكون يقول ملاعبيه الاسبيرونس تعودوا بالريتم في حين ملاعبيه الكلوب مرتاحين وينقصهم الريتم. انت كيفاش تشوفها منين تاخذوا المعادله هذه؟ انا هذا كله في صالح الاسبيرونس. الاسبيرونس ما الريتم تاعهم عالي برشا ريتم قوي عليه في تونس ما تلقاش صعوبة في الجامعة مع جمعيات التيران ما تلقاش صعوبة. أما لعبت ماتشوية كاسحين مع فيتا كلوب في الكونغو مع ليتوال واليوم الكلوب اسبيرونس تعرف تربح ماتشوية في تونس تعرف تجيري تصور عندهم ليفكتيف اللي باش ما يتقلقش من الفاتيك ولا ما حاجة عنده ليفكتيف عنده نجم عنده لي شونجمون نجم يبدل الجوار اللي يحب عليهم. كونتر الكلوب الكلوب نتصور غدوة كان يكونوا عندهم نفس لونفي نتاع الماتش اللي فات ونفس القلب ان شاء الله يعديوا ماتش كبير وتخرج رجلتا بهيك. في فوز الاسبيرونس نجم نقولوا حسم البطولة زي البكري الاسبيرونس راه عيب تكون له كلاس الاولى وبعد تفكر هو تاريخيا سويتو كي تكمل الذهاب هي بطل الخريف ظهر لي صعيب ما نتفكرش وقتاش الاسبيرونس كمل بطل الخريف حتى انا يعني. ما نتفكرش حتى الاسبيرونس كي تكون في المرتبه الاولى ديما تعمل ماكسيموم باش تحافظ عليها. غدوه النادي الافريقي نتصور ماتش باش ينجم يحكم في الشامبيونان مش في مازال برشا ماتشات اما ماتش غدوه كان الكلوب تربح تعاود تحسن توزع تعاود من الجديد و كان العكس كان العكس نخمو جمعيات الاخرين يخمو في العام الجاي واضح.